وكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتاكس أن عدد المهاجرين السريين المتوجهين إلى أوروبا انخفض بنسبة 60% خلال عام 2017 مقارنة مع العام الذي سبقه، وأشارت إلى أن غالبية الذين وصلوا إلى الشاطئ الأوروبي من المهاجرين قدموا عبر المياه الليبية، ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل من بينها تضافر سياسات إقليمية ومحلية في بلدان الشمال كما في بلدان الجنوب، علاوة على برامج وسياسات ترعاها هيئات دولية مختلفة. وللمزيد من التفاصيل بشأن هذه المعطيات يسعدني أن أستضيف مباشرة في الاستوديو الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور إدريس قصوري. قصوري مرحبا بك. شكرا. يعني كيف تقرؤون هذا التراجع في النسبة الذي أعلنته وكالة فرونتاكس؟ هذا التراجع يعتبر الآن معطى إيجابي جدا في بالنسبة لمعضلة الهجرة التي أصبحت معضلة مستفحلة وتمس جميع البلدان، ذلك أن مشكل الهجرة إذا ما حاولنا أن نقرأه على مدى الزمن منذ 2000 نلاحظ منذ 2000 إلى 2010 كان هناك تطور بالنسبة للهجرة تجاه أوروبا في مختلف الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا إيطاليا إسبانيا والبرتغال. من سنة 2010 إلى سنة 2016 ورغم الربيع العربي والتوترات العربية والصراعات الطائفية والمحلية والوطنية والإقليمية كان هناك تزايد، الآن هناك تراجع وبنسبة 60%. ما التفسير هو أن مسألة الهجرة يحدث فيها نوع من عوامل الدفع وعوامل الجذب، وبالتالي تحدث فيها متغيرات كثيرة. نعم. التي تعطينا هذه النتيجة، وهذا نتيجة في الظرفية الحالية لحزم بعض دول العبور في التعامل الجدي وبمسؤولية مع الهجرة، وكذلك مجموعة من العوامل السياسية وخفة التوترات السياسية والصراعات مثلا في ليبيا وحتى نتحدث عن العراق وبعض دول إفريقيا. إلا أنه ينبغي التنبيه أن العوامل المسببة في تراجع الهجرة هي عوامل ظرفية وتشتغل على مدى الزمن المرحلة القريبة، أما على المدى الطويل والاستراتيجي فينبغي أن تكون هناك سياسات شاملة في هذا الاتجاه. طيب سياسات شاملة في هذا الاتجاه، يعني نبقى في ذات السياق سقسوري، أي دور قدمته السياسة المغربية في مجال الهجرة للوصول لهذه النتائج؟ إذا ما أردنا أن نتحدث عن الدور المغربي فمنذ سنوات يشتغل المغرب بحزم كما ذكرنا بمسؤولية في التعامل مع الهجرة، سواء من أجل عدم فسح مجال العبور نحو أوروبا أو في العمل على إدماج المهاجرين داخل الوطن. وكذلك الآن هناك تتويج هذه السياسة برؤية مغربية شاملة، رؤية واقعية ذات فعالية وإجرائية واندماجية، وليست تنم عن مقاربة استراتيجية شاملة، وليست مجرد إجراءات أو بحث آليات ظرفية ربما لن تعطي نتائج على المستوى المدى البعيد. هذه السياسة كذلك فيها الجانب بأنها واقعية وأكثر عدالة وأكثر إنسانية، لأنها تراعي كرامة الأفارقة باعتبارهم من أن دول المصدرة للهجرة، وتراعي حقوقهم، وتراعي الجوانب السياسية الديمقراطية والحقوقية داخل الدول، تراعي الجوانب التنمية على المدى الاستراتيجي والمدى البعيد، وتراعي كذلك تتجاوز الحل الأمني والحلول الجزئية لدولة بمفردها، وتتجاوز الحلول الثنائية ما بين دولة ودولة إلى حلول ما بين الكتل الإقليمية والحلول داخل الإطار الإفريقي وحلول ما بين قاري ما بين إفريقيا وما بين أوروبا، وهذا ما يعطيها نجاعتها، وكذلك حلول إجرائية مفعلة في الواقع على أرض ما هو اقتصادي وما هو تنموي من أجل إتاحة فرص شغل والأمل في أن وأمل على المستوى النفسي في أن يثق الأفارقة في هويتهم بأن المستقبل لهم وهناك نعم. يعني في سياق هذا الكلام سقسوري وعن السياسة المغربية يعني حول الهجرة، في القمة الإفريقية الأخيرة المغرب أعد كذلك مقاربة إفريقية حول الهجرة، كيف وجدتم هذه المقاربة؟ طبيعة الحال ما ذكرناه هو يؤطي الإطار العام في الرؤية
الشاملة للهجرة وكحل استراتيجي لإيجاد الحل على المدى البعيد، حل دائم وليس حلول أو معاملة ظرفية، وكذلك لفعاليتها في ما رسمته من خطوات على مستوى التنسيق والحوار والتشاور ما بين الدول ثنائيا وإقليميا وقاريا، وهذا مهم، على مستوى تبادل المعلومات وإيجاد مرصد لجميع المعلومة وتبادلها، على مستوى البحث طرق التنمية وسبل التنمية وتشغيل الأفارقة كي يبقوا في إفريقيا ويثقوا في بلدانهم وفي أوطانهم، وإعادة وسبل إعادة إدماجهم داخل الأوطان، سواء الوطن الأم الأصلي أو كذلك حتى في إطار العلاقات مع أوروبا، وبحث سبل تمويل أيضا وسبل استثمارات، لأن المسألة ليست مسألة أمنية وليست مسألة دولة بمفردها وليست مسألة رهينة، هي مسألة استثمار الخيرات، مسألة جلب استثمارات، مسألة التعاون، إذن هي مسألة اقتصادية اجتماعية ثقافية، وهناك تكمن الأهمية الرؤية المغربية سواء على مستوى الفكر أو على مستوى التنزيل والآليات وما إلى ذلك من آليات وإجراءات. يعني المقاربة الأفريقية حول الهجرة الذي أو التي يعني أعدتها المملكة المغربية يعني لإيجاد حلول جذرية يعني تستوجب منا الحديث أكثر عن أبرز ملامح هذه المقاربة سي قصوري. هل ممكن أن يعني تعطينا بعض التوضيحات حول الخطوط العريضة لهذه المقاربة؟ في السابق لم تكن أولا مسألة الهجرة تحظى بهذه الأولوية والأهمية، رغم أن لها علاقة بمجموعة من المشاكل الأخرى والجرائم الأخرى، سواء الجريمة المنظمة في التجار في الناس، كذلك مسألة الإرهاب وما إلى ذلك من الجرائم. وبالتالي اليوم اعتبرت مسألة الهجرة مسألة مركزية، كذلك وحدة القرار الإفريقي للتعامل بشكل عام مع الهجرة وليس على صعيد دولة واحدة وليس على صعيد كتلة إفريقية واحدة وإنما على صعيد إفريقي، كذلك بالنسبة كما ذكرت ليس هناك الحل الأمني، مراقبة الحدود، تبادل المعلومات والأسماء أو حتى محاربة المنظم الجهات التي تتجر في البشر، وإنما الانتقال ربط توازن ما بين ما هو أمني وما هو تنموي اقتصادي واجتماعي ثقافي، كذلك التنسيق والتعاون وإيجاد مرصد للمعلومة والبحث عن سبل للتمويل وتأطير ذلك في إطار اقتصادي اجتماعي، بمعنى كما ذكرتم إيجاد حلول جذرية. هي حلول جذرية عميقة ومستدامة في التنمية أساسا، وهذه هي الرؤية المغربية، ليس لدولة بمفردها وليس للهاجس الأمني كمعطى أساسي. اليوم في الرؤية المغربية تحول الهاجس الأمني وهاجس المراقبة الحدودية إلى الخلف وأصبح عنصرا ثانويا في المسألة. نعم. طيب كذلك للتوصل لحلول جذرية لمعضلة الهجرة سي قصوري، يعني يجب أن نصحح عددا من المفاهيم وعددا من الأفكار أيضا المتعلقة بالهجرة، كيف يمكن تصحيح هذه الرؤى يعني بخصوص الهجرة برأيك؟ أولا أشكركم على هذا السؤال، لأنه نعم. كان هناك الخلاف الحاصل سواء بين الأفارقة فيما بينهم أو بين الأفارقة والأوروبيين أو دول الجنوب ودول الشمال حول الرؤية والتصور للهجرة. هناك كان هناك انقسام في القرار الإفريقي في السابق، هناك دول تبذل مجهود كبير ومسؤول وجبار من أجل التخفيف من وطأة الهجرة والبحث عن سبل للتنمية مستدامة من أجل وضع حد، وهناك دول أخرى لا تكترث ولا تهتم بهذه المسألة وكأنها لا تعنيها رغم ما لها من آثار عليها وعلى دول الجيران وعلى القارات الأخرى. هناك التصور الأوروبي للمسألة الذي لا ينظر إلا سوى من زاوية أحادية، زاوية الهاجس الأمني، وأن المسألة تعني دول الجنوب أكثر مما تعني الدول الغربية، وأن العنصر الفاعل والسلبي هو دول الجنوب والعنصر الضحية هو دول الأوروبية، ولا تعود لتقرأ التاريخ من أجل أن تفكك الرؤية بأن هناك أسبابا اقتصادية اجتماعية أوروبا كانت فيها سببا في
تراجع إفريقيا وفي الهجرة، وبالتالي ينبغي الاشتغال برؤية، أولا أن يتم توحيد الرؤية بخصوص الهجرة، والاشتغال من أجل حل أوروبي إفريقي مشترك في إطار سياسة استراتيجية شاملة لا يكون هاجسها هو الضغط على دول الجنوب من أجل أن تصير حارسة حدود للدول الأوروبية، وإنما من أجل بلورة رؤية استراتيجية شاملة جدرية يكون أساسها والأرض الصلبة فيها هي ما هو اقتصادي، ما هو اجتماعي، ما هو ثقافي، قبل أن تكون هنا أن يكون فقط الهاجس الأمني وهاجس المراقبة وهاجس تبادل المعلومات بشكل استخباراتي محض وصرف. إذا حين نصل إلى توحيد الرؤية بخصوص المفهوم وكذلك بخصوص الأسباب والمسببات سواء التاريخية أو الحاضرة نكون آنذلك آنذاك نصل إلى تقريب نصل إلى الحدود الحلول المتوافق عليها من طرف القارتين. طيب سؤال أخير سي قصوري، كيف يمكن تحقيق شراكة أوروبية إفريقية في أكثر توازنا طبعا لإيجاد الحلول المناسبة لمعضلة الهجرة برأيك؟ هو أن نتحدث أن نضع أولا نقبل أن نتبنى الأسباب الجذرية العميقة مع بين دول الشمال ودول الجنوب في إطار حوار وفي إطار مسؤولية، وأن نقف على هذه الأسباب تكون هناك إرادة سياسية عند الدول الأوروبية من أجل وضع حد لمسألة الهجرة في دول المصدرة وفي دول العبور، وذلك من خلال تبني سياسات استراتيجية شاملة أساسها ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي وأساسها استثمارات من أجل إعادة الأمل للشباب أساسا في الدول المصدرة وفي دول العبور، والتعامل معها باعتماد متبادل وليس بقوى فوق وقوى تحت وقوى آمرة وقوى أنها مجبورة على أن تكون حارسة حدود. إذا ما أردنا أن نجد حلولا دائمة وحلولا جذرية لمسألة الهجرة، وإلا رغم هذا الانخفاض الذي سجل اليوم في هذه الفترة 60% وهو مهم جدا، سيذهب مهب الريح غدا. إذا نريد أن تكون أوروبا أن تتحلى بالشجاعة لتجهيد سياسة مسؤولية مشتركة مع دول الجنوب في إطار سياسة استراتيجية شاملة على ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي. إذن ولكن الأرقام التي تشير بانخفاض نسبة تراجع عدد المهاجرين بنسبة 60% سيقصر هي أرقام مشجعة أيضا، يعني هي بداية إيجابية لرؤية مستقبلية بكل تأكيد. هذه فرصة اليوم ينبغي أخذها والحفاظ عليها لأنها تسهل عملية التفوق على مسألة الهجرة، ولكن إذا كانت مسألة مطمئنة ويكون هنا هذه الطمأنة ستترك لا تكون هناك سياسة محفزة للمستقبل. المحلل السياسي والأستاذ الجامعية الدكتور دريس قصوري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وكل هذه المعطيات القيمة، وشكرا لحضورك معنا. شكرا.